حياكم الله جميعا في هذا الدرس. سنتحدث عن البون جروبز، وسوف نتحدث عن الكاستم شيتس. مبدئيا هذا هو توضيح بسيط او موديل بسيط. ده كده اول بون، البون الثانيه، وهذه هي البون الثالثه. الحركة الدوران مش ظاهرة، لكن هو بتتحرك في الزي كالتالي. طيب إذن عشان تكون ظاهر أكتر، طيب خلينا نقول إن ده كده الأوبجكت الفيوبر ديسبلاي. ممكن نظهر النيمز، ممكن نظهر الأكسس. دي الجلوبال ودي اللوكال. أعتقد إن هو بيظهر الأكسس للبونز بغض النظر عن اللوكال والجلوبال. الشيبس لو احنا حاطين كاستم شيبس، الجروب كولر هنشوفها دلوقتي. الفرونت هتظهر كالتالي. يبقى اذا هنضيف 3 جروبز، هنسمي دي ولكن بما ان دي لور هنسمي ديت لور، ميدل. اذا ثالثا عندنا التوب بون، بما ان ديت عباره عن التوب، وهذه عبارة عن الميدل، ثم لور بون كالتالي. طيب حاليا احنا ممكن نذهب ونختار الكالرز. فالكالر لللور هيكون وليكن باللون الأحمر، الكالر للميدل هيكون باللون الأزرق، الكالر ده باللون وليكن البنفسجي. طيب هنختار ده التوب وهنقول الصين، هنختار الميدل وهنقول الصين، هنختار اللور وهنقول الصين. طيب بما ان الكالر غير منطقية، فممكن نعمل شيء اخر، انه احنا في اللور نقول custom color set، وهنشوف ده كده يكون white، بحيث ان نختار يكون white، وده برضو custom color set، وده كده يكون white. لو اخترنا يكون white، ده custom color set هيكون ده white. كلام سليم جدا. ده كده كان عبارة عن البون groups. group cards هيرجع للأصل. طيب ايه الشيبس؟ ببساطة شديدة هنروح في الاوبجكت مود، هنضيف كده سيركل، هتكون وليكن عبارة عن 8، هنخليها 6 في الاول. في سيركل اخرى، السيركل ديت عبارة عن 16، في هنا سيركل اخرى هتكون عبارة عن وليكن 32، ثم بعد ذلك هنختار وليكن هذه الفيرتكس، ثم اكسترود سكيل اكس، وهنخفي او نحذف هذه التو فيرتكس. طيب يبقى كده عندنا شيب 1 2 3. هنختار في البوز مود، هنذهب الى السيرك سكيلتون او الارمتشر، ثم البوز مود هيكون في عندنا في الكاستم بون شيب في الفيوبورت ديسبلاي، هنختار كاستم بون شيب، هنختار دي اولا، ثم بعد ذلك ده في تمام، نختار ديت طبعا برضو. وفي الكاستم بون شيب هيكون عندنا سيركل 2، او بنختارها من الفيو بورت بهذا الشكل، ونختار دي طبعا برضو. طيب عشان نظبط الروتيشن فنختار الكل RX 90 degrees او RX RY 90 degrees،
Rx 90 degrees تمام. Rx 90 degrees تمام. Rx 90 degrees خلي بالنا نفس السكيل في الايديت مود بيصغر كالتالي ويكبر الشكل. او ممكن نختار من البوز مود نختار اي بون اللي هي دي مثلا السيركل 3 ثم السكيل هنصغر ونكبر كالتالي. طيب اذا عندنا كده بيصبح البون شيب بنفس الشكل اللي احنا مختارينه ده اللون الاحمر. وده المفترض يكون في البون جروب مختارينه ان يكون ميدل بما انه ازرق فالتوب هنخليه وليكن اصفر. ونختار تاني كاستم كولر سيت عشان نخلي السليكتد وايت كالتالي. ده كده انتهينا من البون جروب ومن الكاستم شيب ار زد كالتالي. وهنا جي في الاكس ار ار واي ار اكس اتمنى يكون هذا الدرس مفيد والى اللقاء في درس قادم.